الحريات الإعلامية مهددة في مصر في ظل ملاحقة رموز معارضة النظام. التفاصيل في تقرير هشام مهران. إهانة الرئيس وازدراء الأديان، تهمتان ستطاردان على ما يبدو وسائل الإعلام المصرية الخاصة والمستقلة في ظل نظام حكم الإخوان المسلمين. أول الضحايا المرشحين للسجن الإعلامي الساخر باسم يوسف، الذي أكد استمراره في تقديم برنامجه اللاذع رغم التحقيقات القضائية. برنامجي سيستمر واللهجة ستتصاعد أكثر فأكثر. الحكومة تعلق فشلها على الإعلام. لدينا سلطة فشلت في تلبية كل وعودها، وهي تنتظر من الناس أن تظل صامتة، وهذا لن يحصل. الأزمة تصاعدت بتوجيه إنذار حكومي بإلغاء ترخيص قنوات سي بي سي بسبب برنامج باسم يوسف وما يتضمنه من إهانة لرموز الدولة حسب الإنذار. فيما وقع تراشق بالبيانات بين الرئاسة والخارجية المصرية من ناحية والإدارة الأمريكية القلقة من تزايد القيود المفروضة على حرية التعبير في مصر. What's he been sabotaging Egypt's infrastructure or harassing Egyptian women on the streets or unemploying Egyptian people? What's he do? Bassam Youssef hosts a TV show known for poking fun at the president. وفيما يؤكد وزير الإعلام المنتمي للإخوان أن مساحة الحرية الحالية لم يشهدها الإعلام المصري منذ 150 عاما، تؤشر الملاحقات القضائية للإعلاميين إلى ضيق الإخوان بانتقاد سياساتهم التي سببت حالة انقسام سياسي غير مسبوق في مصر. باسم يوسف بيقوم بوظيفة الأراجوز في الفولكلور المصري. الأراجوز بيصنع واقع غير موجود وبيركب حاجات على بعض، وبعدين في النهاية بيعرضها فبيقوم بعملية فبركة. وفق محللين، فإن الغرض الإخواني من تهديد الإعلامي باسم يوسف بالسجن وهو ترهيب الإعلام الخاص والمستقل لم يتحقق، بل جاء بنتائج عكسية، حيث ازدادت شعبية يوسف وحصل على دعم سياسي واضح وسط حالة من الترقب لما ستتضمنه الحلقة القادمة من برنامجه. هشام مهران، MTV، القاهرة.